اكيد مكفيين بباقي فقراتنا الصباحيه. وين يا سلمى؟ اللي حنروح سالي لمحطتنا الاخيره لليوم بعالم الجمال يلي بهم كل سيده وكل صبيه، فالشباب والنضاره والحفاظ على بشره بعيده عن الخطوط، خطوط الزمن هاجس لكل سيده اليوم، كيف ممكن تبقى البشره صحيه ونضره؟ وكيف ممكن نمحي خطوط العمر؟ اكيد رح نتعرف على هذا الشيء ضمن مساحتنا الصباحيه لليوم مع سيدرا الواوي اخصائيه بمجال علاج البشره. يسعد صباحك سيدرا. صباح الخير، كيفك؟ تمام. صباح النضارة سيدرا أكيد والإشراق. خلينا نحكي بداية عن مفهوم النضارة وكيف منخلي بشرتنا نضرة رغم الظروف المناخية اللي وتقلبات الطقس. هلأ هو هذا المفهوم اللي كتير هلأ سائد، واللي إنه تسمعي إنه والله بدي بشرة نضرة، إنه أنت شو بتقصدي ببشرة نضرة؟ في فرق كتير كبير بين بشرة عندها نضارة وبين بشرة عندها علامات التقدم بالسن. وبس مع هذا ما بيمنع إنه هو لما بصير في عنا تقدم بالسن بيأدي بصير عنا خسران جزء كبير من النضارة اللي عنا بالوش بشكل طبيعي. بس هلأ صرنا ممكن نلاقي صبية عمرها 16 أو 18 أو حتى بأوائل العشرينات وفي عندها نقص نضارة. شو يعني عندها نقص نضارة؟ هي تتمثل بثلاث نقاط كتير أساسية، اللي هي أول شيء إنه يكون في عنا لمعة وزيوت طبيعية بالبشرة ضمن الحد المعقول، يعني ما هي بشرة دهنية ولا هي بشرة جافة. رقم اثنين إنه يكون في عنا اللون المتجانس والمايل للأحمر، اللي هلأ عم يصير إنه معظم الصبايا لون بشرتهم عم يكون على صفار، او اذا كانت بيضاء واذا كانت سمراء على بني اكثر ما بنحس في دم. طبعا شو الاسباب حنحكي فيها، بس انه هذا بيكون هو معناته بشره ما نضره. والشيء الاساسي رقم ثلاثة اللي هو ما بيكون في عندنا مسام كبير بكل الوش، يعني مسام معتدل، لمعه معتدله، واللون اميل للون الاحمر. هي مقومات النضاره الاساسيه. تمام. طيب سيدرا خلينا نحكي شوي، يمكن اليوم كثير من الناس بتحاول انها توصل لهي البشره النضره، كيف انا بقدر اوصل لليوم؟ هلا رقم واحد شرب المي اللي كثير انا بحكي عندكم وعند كل ولكل الصبايا بشكل عام، يعني شرب المي كثير شيء اساسي. ما نكتر ميك اب، هذا اساسي اكثر من الاولاني. كمان الميك اب هو بسكر مسام كثير، بيمنع البشره من التربيه الدمويه الطبيعيه، من انه انا يكون في عندي بشره طبيعيه، استقلاب طبيعي. لانه انا لما كل يوم عم بخنقها بهي الطبقات السميكه بالميك اب، انا عم بحرمها من انه تتنفس، لانه تصير عمليه حيويه طبيعيه بالجلد. بقى لهيك الميك اب الكثير ونضل فيه لوقت كثير طويل هذا كثير بياثر على النضاره. طبعا الارجيله والدخان وقله النوم، وهدول الثلاث قواعد اساسيه اللي كل العالم تعملها. يعني حتى ممكن تقولي انا باكل خضره وفواكه وباخذ مكملات غذائيه بس طب ايه انت بتارجلي خمس روس هي 10 5 صحيح ايه، وبتجي لعندي بتقولي لي بدك نظاره؟ هذا من المستحيلات. يعني انا ما حطيت لك حاولت اني ادخل اكسجين، كولاجين، هيلورونيك اسيد، اوريدي انت عندك بشره ما عم يوصل دم ولا اكسجين، فانا كلياته عم يروح عم بتصرف بدون ما يضل بالبشره. هيك كثير ضروري انه نحن نخفف خصوصي موضوع الدخان والارجيله. وللاسف انك لما بتحكي مع هدول العالم انه من ناحيه بشره وكذا ما خاص، يعني بيقولوا لك لا ما خاص، هو عن لا ما خاص، لكني انا صار لي بدخن كم سنه، انطري شوي كمان وشوفي ايش راح يصير فيك. صحيح حديثك. سيدرا الفيتامين سي قديش مهم للبشره؟ وخصوصي هلا بفصل الشتاء في برتقان في كرمنتينا، هدول قديش بيفيدوا البشره؟ هلا انا بدي اضيف انه مو بس البرتقان والليمون والكرمنتينا هن اللي بيحتوي على كميات كبيره من فيتامين سي. العصير الاهم من الليمون والبرتقان والجريفون مثلا او الكرمنتينا هو الرمان، وهو فاكهتي المفضله. يعني انا بالنسبه لي الرمان رقم واحد، واذا في حد عم يتابعني هلا بيعرف شو يعني الرمان وسيدرا. اكيد. بس انه هو فيه كميات كبيره من فيتامين سي وفيه انزيمات كثير بتنشط التروية الدمويه بالبشره بشكل عام، وهو اصلا فاكهه للدم، يعني حتى بيساعد موضوع الاورده والقلب بشكل عام وبشكل يعني خاص نقول البشره كثير بفيدها. الصبيه اللي بتتناول الرمان ان كان فرد ولا عصير هو مضاد اكثر فيه. ايه يعني بتلاقي انه فعلا اللون الاحمر اللي فيه كثير بيعكس على بشرتها وكثير بصير فيه يعني بيشتغل على المسام وبيعقم الجسم هو بشكل عام من السموم يعني. طيب سيدرا كمان هلا عم نسمع يعني صبايا كثير عم يعملوا شغلات بالبيت، يعني مثلا من فتره قريت عن حدا بيعمل سكراب بالبيت انه قال انا بجيب سكر بحط عليه شويه زيت زيتون
بنحط عليه نوع من انواع اللي هي بيعطي شيء لون او ريحه حلوه، وبستخدمه بقشر فيه وشي بالبيت. مدى صحه هذا الشيء؟ شو رايك كيف الزهره هلا انا صار في عنا طبخه لا هلا ليكي، اذا انا قديش مثلا ممكن استفاد من هذا السكراب اللي هو فيه زيت الزيتون؟ زيت الزيتون هو اكبر غلط تنحط على بشره الوش. انت لما بيكون في عندك زيت زيتون اصلي لما بتشربيه شو بصير بحلقك؟ بيحترق، لانه هو درجه البي اتش تبعيته كثير عاليه، ما بتناسب البشره. نحن بنحطه بنفكر للترطيب، لا هو بالعكس، اذا في عندنا نحن بشره في عندها زياده افراز دهون ممكن نحط لها زيت زيتون، بينشف الوش ايه جدا وبيحرق. يعني هي معلومه جديده، اول مره العالم كلها بتحط زيت زيتون، بتقول انه زيت زيتون احسن شيء للوش وللشعر بيغمق الوش زيت الزيتون حتى تطلع بالشمس الواحد. حتى بدون ما تطلعي بالشمس كثير، يعني هو ماده اكيد كثير جيده بتنفع بحالات معينه لكن مو للبشره. في زيوت اخف تركيبا والدهون اللي فيها والمواد القلويه اخف. هلا انا كثير بحكي على زيت اللوز الحلو لانه هو تركيبه مثاليه للبشره، وكمان هو الزيت الوحيد اللي ممكن يفيدني بمنطقه محيط العين، لانه محيط العين منطقه كثير حساسه وجلده رقيقه وهي اصلا ما فيها مسام. اما زيت اللوز الحلو هو ما هو زيت، هو اقرب ليكون سائل. يعني انت اذا بتشوفي تركيبته عن باقي الزيوت مثلا عكس زيت جوز الهند اللي هو بيجمد بصير مثل كريم، او زبده الشيا او اي شيء سميك كثير، يفضل هو كزيت نحط او حتى تشيلي فيه الميك اب او تحطيه على وشك بماسك او حتى بسكراب. وهلا صار في بالسوق يعني انواع طبيه عم تنزل سكراب. وفري على حالك، وفري على امك توسيخ المطبخ، واشتري علبه سكراب وعمليها مره بالاسبوع ولايش اي لايش، يعني مو بحس انه كثير مهم، بيعطيكي نفس النتيجه. صحيح سيدرا. خلينا نحكي كمان عن مثل ما هلا حكيتي عن المضار، غير الدخان والارجيله، شوفي كمان النوم بالميك اب قديش خطر، غير انه نحن نبقى في فترات طويله في عالم مثلا انه ما له حيل، حكينا فيها كثير، ومع هذا الشيء ما لي حيل امسح الميك اب، خلص يلا بكره الصبح بس في عرواء بمسحه، قديش قدر على هو نحن بنطمع بجمالنا لما نكون صبايا، انه بنلاقي ما عم يصير عندنا تاثيرات كبيره خصوصا لسن ال 25 وفي ناس لسن ال 30، بس بعدين حتصير في عندها انهيار مفاجئ بطبقه الكولاجين والالاستين ببشرتها، فجاه حتحس انه وشها صار ما هو طبيعي، انه ما عاد تقدر تشوفيها بلا ميك اب، هذا كله نتيجه استخدامه لفترات طويله والنوم فيه. يعني انا ذكرت باول الكلام هلا انه نحن في عندنا استقلاب طبيعي للبشره، الاستقلاب مو يعني حرق حريرات، لا، هو العمليه الحيويه اللي الخليه بتعيش فيها وبتموت وبتقشر، هذا الشيء الطبيعي. اما لما بصير انت عم تحطي ميك اب وعم تنامي فيه، عمليه غسل الوش او حتى التنشيف ولو بايديك انت او اذا ما استخدمتي غسول، هذا تقشير طبيعي للبشره بدون ما تحسي عم ينزل الجلد. لما ما عم تمسحي عم يتراكم طبقات، هذا كلياته عم يعمل لي مع الوقت سماكه وتجاعيد وعم يعمل لي وسخ بالبشره. طيب سيدرا، كمان بنشوف هلا كثير ماركات طبيه او حتى خلينا نقول تجاريه معروفه من دون ما اذكر اسمائها، بتعمل مقشرات للوش يوميه، انه هذا مقشر يومي فيكي تغسلي فيه البشره، هذا مقشر للميك اب، انه فيكي تمسحي فيه الميك اب بيشيل كل شيء رواسب الميك اب. مدى صحه هذا الشيء وهل هي فعلا مفيده وخصوصا للناس اللي مثل ما قلنا بيستخدموا ميك اب كثير يعني يوميا؟ هلا اللي بتستخدم ميك اب كثير مثلا، يعني مثلا مثل الصبايا يعني هن مضطرين انه يحطوا ميك اب بشكل يومي، اي مثل بالاذاعه او اي شيء بمجال الفن، يعني بتضطروا اصلا. طبيعه الميك اب اللي بتنحط لكم مختلفه عن الطبيعه اليوميه اصلا العادي. بقى هذا انا اكيد لهيك حالات بنصح، او لصبيه في عندها زياده افراز دهون بشكل كثير كبير هي بتضطر تستخدم فيه شيء فيه احماض لحتى تشيل، لانه الدهن اللي بشيله الحمض يعني بشكل عام هيك دائما قلوي عكس الحمضي. بقى هيك بشكل عام نحن اللي بتحط ميك اب كثير واللي عندها افراز دهون او اللي عم تحط مقشرات ليليه، يعني لما بتفيق بتحس وشها مقشب وفي هيك جلد كثير مبين، اي ممكن تستخدمه. اما بالحاله الطبيعيه مرتين لثلاثه بالاسبوع وزياده، يعني اذا انت ما عندك مشاكل وما عندك طبقات وسخه على الوش بعدي عنا، لانه مشان ما تسمك الجلده ويصير في عندك اعتياد، لانه ما بيعود انت جلدك لحاله بيقشر حاله، بصير بيستناكي تعملي له سكراب او تستخدمي هذا النوع من المقشرات. هذا اللي حكيناه وقت اللي حكينا عن الاحماض، انه اذا انت صغيره وعم تحطي كل سنه او كل ست شهور تقشير قوي على وشك، بتصير كبيره ما بيعود جلدك بجدد حاله، خلص بتحسي بتتعب عوض. فعلا اذا ما حطيتي تقشير فعلا وشك تعبان، وبس تحطيه بيرجع لطبيعته، بقى انت عودتي حالك على شيء انت بغنى عنه. صحيح. سيدرا، في كثير متداول انه في غسول طبيعي بابونج مثلا، بيقولوا انه اغسلوا وشكم بالبابونج، اعملوا مثل انه بخار البابونج، فهو بيفتح مثلاً
بالبسام بنظف البشرة، قد ايه مدى صحة هيدا هدول الأحاديث؟ ومي بالبقدونس، بقدونس بالمي كمان. يعني هدول القصص الطبيعية يلي ستي وستك بيستخدموهم كانوا، ما كان عندهم قال هالسكراب وهالقصص، فبتقلي ماما انه لا كانوا ينصحونا بالبابونش، كانوا ينصحونا بهدول القصص، شو رأيك؟ هلا اكيد من زمان كانت بشراتهم مو مثل بشراتنا ابدا، يا ريت نحن كنا مثلهم اصلا، ما كان في ابدا تعرض للشمس ولا التلوث بالجو ولا كان ولا ميك اب ولا شيء، يعني كانت يمكن الوحدة تحط مكياج مرتين بحياتها، خطبتها وعرسها يمكن بس. بس ولا ويمكن ما في فونديشن، في حمرة بتحط هاي الحمرة الحمرة بس. بس انه هذا هو كان الميك اب من زمان، نحن هلا عن جد في بنات على الجيم بيروحوا بالميك اب. صح. بقى ما فينا نقارن ابدا، يعني حتى اذا كان ماء البابونج بياثر عليهم بوقتها بيعطيهم نتائج حلوه، هلا بده استعمال كتير، بس اكيد هو من المركبات الكتير، يعني الكاموميل هو كتير ماده مهدئه، اللي عنده بشره حساسه او متهيجه، او انت طلعتي مثلا بالشمس لنقول بالصيف حسيتي وشك احترق، كتير حلو تحطيه مع نشا. بس بدي نوه لقصة انه لما تغلوا بتبردوا ما يضل بالبراد اكثر من يومين، يعني بعد يومين ما بيعود له أهمية، بقى أنتوا ما تكتروا الكمية، ممكن تستخدميه كتونر إذا أنت عندك بشرة حساسة أو جافة أو حتى طبيعية، صحي الوش بعد، صحي وشك فيه وحطي بخاخة بالبراد، حلو يعني، هو كتونر أحسن من بلا بصراحة. بس أنه تعتمدي عليه بعلاج مشكلة موجودة ما أنه كافي أبدا أبدا. أكيد يعني معلومات كتير مفيدة، ودايما هيك صباحنا معك مليان بالنظارة وبالنصايح العلمية الموثوقة مثل ما بيقولوا. شكرا كتير لك سيدرا. شكرا لكم حبيبتي، أهلا وسهلا. شكرا لك سيدرا، وشكرا على المعلومات اللي قدمتي لنا ياها.